القنوات الفضائية القبطية إنجاز عظيم جدا في العصر اللي احنا فيه، نشرت المعرفة الدينية والمعرفة الروحية والعلم والثقافة القبطية، نشرتها في كل مكان ودخلت كل بيت وأصبحت عامل لتوحيد الفكر والرأي وجمع الاجتماع الكل على قلب واحد وعلى فكر واحد. تهنئتنا لقناة سي تي في بمناسبة عيد ميلادها العاشر، نهنئها بهذه المناسبة ونرجو ليها مزيد من النجاح والتوفيق والامتداد، وربنا يبارك في هذا العمل لمجد اسمه بصلوات أبونا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني. روح قدس الآن واحد أمين. إحنا بنهني قناة سي تي في على مرور 10 سنين في الخدمة وفي الكرازة وفي التبشير، والحقيقة قناة سي تي في من القنوات اللي بتاخد يعني الريادة في نشر الكلمة وفي توصيل الكلمة للناس المحتاجين كلمة ربنا في أماكن كتيرة ما بتوصل لهمش، فهم بيقوموا بدور فعال جدا. والحقيقة هم برضو القناة دي من القنوات الأولى اللي حاولت تربط ما بين أبناء الكنيسة في المهجر وفي الكنيسة الأم، فبيبين للناس في المهجر أخبار كنيستهم أمهم، وبرضو بتبين للكنيسة الأم أولادها المنتشرين في كل أنحاء العالم. فالحقيقة هو عمل جبار جدا وعمل مجيد، ربنا يباركهم ويبارك كل القائمين عليها. وكمان هي قناة وطنية برضو بتبين الأحداث بشفافية وبحب، وده برضو عمل رائع جدا بتقوم بالقناة. ربنا يديهم نعمة ويباركهم ويتمجد اسم ربنا في كل مكان بواسطة القنوات اللي زي ديت، لأن العالم دلوقتي أصبح دلوقتي كله مرتبط ببعضه بفكر واحد. فدي قناة سي تي في، دي قناة رائعة جدا كلنا بنحبها وكل شعب بيحبها. نقول لهم مبروك عليكم ودايما في النجاح، ودايما ربنا يستخدمكم لمجد اسمه القدوس في كل مكان، ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين. أنا بقول قناة سي تي في كل سنة وانتم طيبين، 10 سنين من البذل والعطاء، و10 سنين أصبحت الكنيسة في بيت كل إنسان قبطي، والحقيقة دي حاجة مميزة جدا في مجال الكرازة ومجال الخدمة، إنه ناس كتير لظروف ما كانتش بتقدر تبقى متواجدة في الكنيسة بصفة دايمة أو بصفة مستمرة، لكن مثل هذه القنوات الدينية وعلى رأسهم قناة سي تي في خلوا الكنيسة في كل بيت. مزيد من البذل ومزيد من العطاء، وكل سنة وكل القائمين على الكنيسة على القناة طيبين، وكل سنة وكل المهتمين بالقناة والمساندين للقناة بأي نوع سواء ماديا أو معنويا طيبين، وبننتظر مزيد من الجهد والنجاح إن شاء الله من قناة سي تي في. كل سنة وانتم طيبين. حاجة جميلة اللي لازم أول لما تيجي في ذهننا سي تي في نقوله سي تي في ربنا موجود. احنا بنقول لكم زي ما احنا محتفلين بعيد كنيستنا 32، احنا كمان محتفلين برضو بعيد ميلادكم 12، واحنا بنقول لكم ان مجهودكم واضح جدا في كل البيوت، في كل بيوت في بلاد المهجر في أمريكا وكندا واستراليا وأوروبا. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، خدمة موفقة وخدمة جميلة، ومن نمو إلى نمو، ربنا يوفقكم وربنا موجود وكله للخير وكله للخير، وإن شاء الله القناة تزدهر بعملكم. كل سنة وانتم طيبين. أحب أهني قناة سي تي في المنارة في الكنيسة القبطية، علت الكنيسة القبطية في الفضاء اللانهائي، وإحنا الحقيقة بيشرفنا أن يكون في قناة باسم سي تي في بناخد منها كل الأخبار وكل الحاجات
الأحداث دايما up to date، متواصلة مع الشعب القبطي، مش بس في مصر وإنما في خارج مصر. وإحنا دايما بنتابع السي تي في. صحيح إحنا مش عايشين في مصر، إنما عايشين في مصر بكل مجهودات وأعمال وبركات السي تي في. ربنا يبارك العمل وكل القائمين عليه ويديم محبتهم لينا، وإن شاء الله إلى المزيد من التقدم والإزدهار. كل سنة وقناة سي تي في طيبة. احنا سمعنا ان 10 سنين خدمة متواصلة. الحقيقة قناة ممتازة، متنوعة، دينية، سياسية، اقتصادية، بتعيشنا في كنيستنا الأم في مصر. كل سنة وكل القائمين على سي تي في بخير، ونتمنى لكم دايما التقدم والازدهار، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. احنا مبسوطين جدا ان قناة سي تي في دلوقتي 10 سنين. الحقيقة زي ما قال الأخ ويليام، نمو وازدهار، دخلت بيوت الأقباط في كل مكان في العالم، برامج متميزة، حاجة جميلة جدا. بندعي ربنا ان يعني من نجاح لنجاح. وانا ببارك لكل القائمين على السي تي في، من إدارة، مجلس إدارة، عاملين، مقدمين، كل الناس، ألف ألف مبروك، ودايما في ازدهار ونجاح بإذن يسوع. شكرا. أحب أقول للسي تي في كل سنة وهي طيبة في العيد العاشر، وربنا يبارك ويكمل الخدمة الجميلة. هي تعتبر كنيسة حلوة مفتوحة في كل بيت، وبتدي معلومات للأطفال وللشباب وللأسرة إزاي يربوا الأولاد وإزاي ينموا علاقتهم مع ربنا. وأتمنى يا رب في السنين الجاية إن هي تهتم أكتر بالشباب الجيل الثاني في الغربة، إزاي يفضلوا قريبين من ربنا رغم الميديا اللي حواليهم ورغم الصعوبات اللي بتقابلهم. أتمنى إن هم كمان يعلموا تعليم للأهالي وللأمهات والأبهات، إزاي يحاولوا مع أولادهم في الغربة، وإزاي يحتضنوهم ويطلعوهم مع الكنيسة، رغم أن الدول الأوروبية يعني فيها حرية جامدة. وربنا يكمل. هي قناة جميلة بتقرب الواحد من ربنا، وبتدخل البيت وبتقرب الأولاد. فأتمنى أن ده ينمو ويزدهر ويزيد في الخدمة. بصراحة بقول لسي تي في كل سنة وانتم طيبين. وطبعا هي من أوائل القنوات المسيحية اللي دخلت تعتبر بيوتنا، ودي حاجة جميلة قوي، لأن الواحد بيحس فعلا كأني في البيت، كنيسة عنده جوه البيت. فبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وعقبال كده 100 سنة إن شاء الله. أنا عايز أقول لسي تي في كل سنة وهي طيبة بال10 سنين، ويا رب دايما. كل سنة وانت طيبة يا سي تي في. كل سنة وسي تي في طيبة، وبإذن ربنا من نجاح لنجاح. أحب أقول لسي تي في كل سنة وانت طيبة، وعقبال 1,000,000 سنة. وإحنا بجد بنشكر ربنا على وجودكم، يعني لأن إحنا كناس عايشين برا مصر وكده، بنعاني يعني إن إحنا عندنا دايما نقص في الحاجات دي، مش بنلاقيها بسهولة وكده. بس بنتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يعني، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مرور 10 سنين على سي تي في، بنهني من القلب، واحنا فرحانين وفرحانين ببرامجها الجميلة، وبنتعلم منها الألحان والترانيم الجميلة، والبرامج الأطفال كمان بتعجبني جدا. وربنا ينمي هذه الخدمة وتبقى حلوة أكتر وأكتر. أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للقناة سي تي في الأولى في القنوات القبطية اللي شبعتنا بكل البرامج، سواء كانت صحية أو اجتماعية، الأداديس، إن النهاردة الواحد لو كسل أو حصل أي حاجة ما قدرش يروح الكنيسة يحضر القداس، بيحضره في البيت. أنا عايز أهنيها بمولد العاشر لهذه القناة اللي أمتعتنا بكل حاجة، من مذيعيها ورجال أعلامها اللي احنا بنفتخر بيهم. وتقريبا القناة ما سابتش حاجة إلا ما عرفتنا باللي احنا محتاجينه. وعايز أقول لها كل سنة وانت طيبة، ويا رب نهنيك بالعيد 1,000,000. سي تي في ربنا يبارك.
كل سنة وانت طيبة يا سي تي في. سي تي في 10 سنين.